Dewan juri yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dengan nomor urut 18, atas nama Iqbal Taufik dari delegasi SMK Islam Al-Azhar Ledokombo Jember, akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي
قاتل معه ربيون كثير. فما وهنوا لما سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Berikan amplas yang meriah untuk Iqbal Taufik dari delegasi SMK Islam Al-Azhar Redo Combo Jember.